اللي يخلي فريرا بعد ما فاز بالدوري والكاس السنة اللي فاتت مع الزمالك واتقال انه واخد النادي لحتة تانية خالص يبقى محكوم عليه بالفشل من نفس الناس، رغم ان المتوقع كان ان في الموسم ده الامور تبقى احسن بعد ما العقوبات اتشالت. اللي يخلي سيرة موسيماني لحد النهاردة لسه ما بتجيش بالخير من بعض الاعلاميين وبعض اعضاء مجلس ادارة الاهلي نفسه رغم كل الألقاب اللي حققها مع الفريق. الإجابة ببساطة في الأهداف اللي بيبقى حاططها النادي للمدرب علشان يحققها، بس مين الشخص المسؤول عن وضع الأهداف دي وتيسير الدنيا على المدرب واللعيبة علشان تحققها؟ تعال أقولك، الموسم ده أسوان عمل حاجة مختلفة جداً على الدوري المصري، وهي انه عين مدير رياضي في بداية الموسم وهو هيثم عرابي. ممكن نختلف مع أسوان في الطريقة اللي قيم بيها التجربة بعد اول 3 جولات بس من الدوري، بس مش هنختلف على ان النادي استفاد من تعيين هيثم عرابي ولحد دلوقتي بيستفيد من ده. يعني حتى بعد رحيل هيثم عرابي، أسوان بعد عودته للدوري الممتاز في مركز مقبول في جدول الدوري استفاد من اجانب الفريق اللي ما كلفوهوش كتير فنيا وماديا، زي احمد بالحاج اللي انتقل للزمالك بعد ما كان مساهم في 62% من اهداف اسوان في الدوري. دور المدير الرياضي بيوصفه مايكل زورك، المدير الرياضي السابق لبروسيا دورتموند، في تصريحات لموقع البوندسليغا بيقول ان بيبقى مسؤول عن وضع فلسفه النادي بالتشاور مع المدير الفني، بيقعد مع المدير الفني بيحطوا اسلوب اللعب وبيتفقوا على ان ده الاسلوب اللي بتتبعه كل الفرق بتاعه الناشئين والشباب في النادي علشان يبقى النادي ماشي على فلسفه واحده. ده بالاضافه لانه بيحضر تدريبات الفريق، بيبقى موجود دايما قريب من اللعيبه علشان اللعيبه تحس ان الاداره قريبه منه، وبناء على الميزانيه اللي بيبقى حاططها النادي بيساهم في عمليات شراء وبيع اللاعبين وتجديد عقودهم. وخلال فترته مع بروسيا دورتموند ضم النادي اسماء زي روبرت ليفاندوسكي وعثمان ديمبلي وكاجاوا، لكن اهم صفقه عملها مايكل زورك مع بروسيا دورتموند كانت اكيد التعاقد مع يورجن كلوب، وده اول سبب يخلينا نقول ان يورجن كلوب محظوظ بالمديرين الرياضيين اللي اشتغل معاهم، لانه بعد كده لما راح ليفربول اشتغل مع مايكل ادواردز اللي صنع معاه فريق عظيم، صلاح، ماني، فيرمينو، فان دايك، روبرتسون، اليسون، فابينيو، كوتينيو وغيرهم، كلهم لعيبة انضموا لليفربول في عهد مايكل ادواردز وتحولوا لنجوم كلاس A، ومنهم اللي كان ترشيح من مايكل ادواردز نفسه اللي تولى مهمته في ليفربول في نوفمبر 2016. يعني مثلا محمد صلاح كان ترشيح من ادواردز نفسه بناء على توصيه قسم الكشافين في النادي، لان الهدف الاول وقتها ليورجن كلوب كان جوليان براندت من ليفركوزن، ومع تعثر المفاوضات رشح ادواردز محمد صلاح بناء على ارقامه المميزه مع روما وان ليه تجربه سابقه مع تشيلسي ومشيت الدنيا والباقي بقى طبعا يعني كلنا عارفينه. وكان طبيعي لما مايكل ادواردز يمشي عن ليفربول يبقى هدف لانديه كبيره تانيه زي مثلا تشيلسي، رغم ان النادي اتباع لملاك جدد ورغم القدره الشرائيه الكبيره لتود بويلي، لكن الاهم من هنصرف قد ايه هنصرف ازاي. ومع مايكل ادواردز سمعه ليفربول عن انه نادي بيصرف بسفه أرقام مبالغ فيها في صفقات ما بتعملش كتير زي أندي كارول وكريستيان بنتكي اختلفت مع إدواردز، وبقى النادي مميز في إنه يروح يجيب لعيبة بكواليتي كبير جدا وهامش للتطور أكبر بأسعار معقولة وكمان مميز في البيع. أهمية دور المدير الرياضي في الأندية بتظهر في إن بعض الأماكن الكبيرة ابتدت تخصص جايزة لأفضل مدير رياضي في السنة زي جلوب سوكر أورد، والنسخة الأخيرة فاز بيها تشيكي بيجرستن المدير الرياضي لمانشستر سيتي. ماتيو أليماني اللي حول قصر الظهر برشلونة بسبب الديون لنجاح مبهر الموسم ده، حسن صالح حميليتش في بايرن ميونخ، أوفر مارس في أياكس، حتى زيدان بعظمته ونجاحاته كمدرب لريال مدريد قبلها كان مدير رياضي مع جوزيه مورينيو، وقدم له رافائيل فاران لما كان مدافع عنده 18 سنة مع لانس في فرنسا وبقى واحد من أهم أعمدة الفريق في التتويج بدوري أبطال أوروبا مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هتيجي بقى هنا تقولي يعني خلاص الموضوع كده ببساطة يا معلم، أي نادي يعين مدير رياضي وهينجح، طب مين اللي هيتضرب؟ طبعا الموضوع مش بالسهولة دي، والمفترض إن أنت بتعمل كل حاجة صح علشان تتوقع النجاح بعد كده. موقع البوندسليغا بيوصف الهرم الوظيفي في أي نادي في الدوري الألماني بأنه يتكون من
رئيس النادي، المدير الرياضي، المدير الفني. وهنا في مصر الدرجة التانية دي مش موجودة حتى في أكبر الأندية. هل المدير الرياضي ما بيغلطش؟ هل مش معرض للإقالة؟ أكيد لا، بس زيه وزي المدير الفني. ما انت احيانا برضو بتروح تجيب مدير فني كبير، بس بتبقى عارف ان في احتمالات لفشله، في احتمالات لعدم تأقلمه معاك، وبالتالي ممكن في النهاية تقيله. وزي ما قلنا، فانت بتعمل كل حاجة صح علشان تستنى النجاح. فوجود المدير الرياضي ممكن يغنيك عن فشل كل صفقات الاجانب اللي ضربت في وشك بعد ما كنت موقوف فترتين قيد، وبعد ما فريرا قعد يعيني طول الموسم يظبط في الجاكيت والبنطلون، وتوقع بقى انه يشوف بغداده في نهايه الموسم بعد ما فاز بدوري وكاس. وحتى لو كان هو اللي ضم سامسون، كان هيبقى مقتنع ومتوقع منه النجاح حتى لو فشل في التسجيل شهر واتنين، لان في اسباب لضمه، حط حاجات واسس لاختياره، وفي النهايه يتوقع ان هو هينجح مع الفريق حتى لو النجاح ده اتاخر شويه. والمدير الرياضي هو اللي كان هيقيم تجربه موسيماني مع الاهلي، هيشوف هل يستحق تجديد العقد ولا لا، هل الفريق اتحسن معاه فنيا، هل اللعيبه اتطورت، هل الاجواء جوه اوضه اللبس مثاليه تخليه يكمل مع الفريق، ولو كان القرار رحيله فيختار الوقت المناسب لده، والاهم يختار البديل الانسب بدل ما يروح يغامر مع ريكاردو سواريش. ولما المدرب يطلب مهاجم هيبقى جاهز بتقاريره وترشيحاته اللي خدت منه شهور في الشغل، مش هيبقى مزنوق علشان باب القيد مفتوح في مصر ومقفول في العالم كله او البديل ما يكونش حاضر. وساعتها مش هتتهم مدير التعاقدات بالتقصير في امور ما تخصوش، ولا هتسال نفسك تاني هي لجنه التخطيط بتخطط ليه.